من بك نسمع فيك راهي ظروفي تعبه رانا احنا الباجيه اليوم نقاسي واحكي لي كيفاش تعبين ياسر صدق لقته في الخبز من الزبله ناس تعبين ياسر ياسر ني واحد من الناس اقسم بالله تستأمنوا لما نقول لها ربي ونحب نوصل صوتي للسلطة جملة السيد الرئيس نوجه له تحية فهمني إن إحنا رانا تعبين ني عندي بنتي عندي بنتي ناقص نظر وتقرأ تقرأ ما وصلتش باش ناخذ لها مرايات وصلتش الشؤون الاجتماعية وصلت لها 10 مرات ولا 20 مرة اليوم هاني طالع طول للمدير متاع المرايات طالع شوف شهبط لوطه نطلع لهكا نرجع لهكا نرجع تتكلف المرايات المرايات تتكلف 250 الف ولا 300 الف انا ما عنديش ظروفي حابسه ظروفي حابسه ما عنديش ما نكسب شيء بنتي يا رسول الله تطيح الدوخ من ضر نتاعها تطيح الدوخ في الواحد ها هو سيدي وحتى الاوراق نتاعها تفضل شوف الاوراق تقول نكذب عليك هم الاوراق قدامك شوف تقول نكذب عليك وجوني قالوا لي هات هات لنا شهادة حضور من اللي سي جبت لهم هاي اتفضل هاي شهادة حضور من اللي سي هاي فين هاي شهادة النظارة وناية نمشي لكل حد نجري نجري وحالتي تعبة معمولكم من ربي اللي توصلوا صوت للسيد الرئيس نوجه له تحية على بنتي اللي تدوخ عليها رسول الله تعب فقط درجة تعب بسم الله تعب قاسي ظروفي برا اجي الماء لداري اجي لداري وشوفني نجري انا بقى كون جاي عندي على نجري على ام مريت مرقد الصبح تعالب من بكري نسمع من بكري نسمع قاعد يقولوا معناتها احنا زيرويت احنا زيرويت يوم مهمش اليوم الشمال الغربي مهمش 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 نعم مهمش بكلها بطاله ونقعدوا ما نزرعوش القمح والشمال اي اي اما نحن ما نزرعوا نحن اللي هي الشمال الغربي سامحني الشمال الغربي توكل في تونس الكل خير وخمير خارجة من هوني نحكيو على القمح نحكيو على السدود ما شاء الله معناتها كل شيء خارج من هوني ولكن المنطقة هذه مهمشة هذه مهمشة يودي فلاحة يعيشوا عشرة اسمعني يا شباب يعيشوا عشرة من الناس في هذه تونس في باجة هنا يعيشوا عشرة يعيشوا عشرة الاخرين فهمني كلهم بيتين بالشر الاخر كل بيته بالشر كما قال لك عز مناخ هو لاني في الشمال الغربي فهمني قسما بالله لما تعبين تعبين ياسر الشمال بصفة عامة تعب راهو عسلام عسلام تحبوا على القانون تحبوا على القانون شهادة ذو متاعي متخرج شهادة أستاذية في اللغة والأدب الإنجليزية به وين شو عندك آخر شيء شهادك أنت عندي هوايات صحيح شهادتك هذه عندي برشا حاجات تخدم ولا بطال معناتها عندك الاستاذيه اليوم في اللغه وبطال عندي 10 سنين 10 سنين مام قالوا بعد 10 سنين باش يخدموا كل عندهم 10 سنين وينو ما سمعت الحكايه ذي هو نهاية ما خدمتش النهار قريت امنيتي نلبس طبليه بيضه ونقري نهار في الصابوره حتى معلمه راه قابله استاذه في الروضه اي موضوع على المهم نكتب تعبت بنت نسمع فيك قلت درت الادارات الكل صبيت دوسيت في بلاصه كلهم فما شيء نقول لك خويا حاجه انا مزروبه برش انا اسمي رابعه ونعيش باسم صابره وانت في افهم باقي وحدك كي تسمع معناتها طفله عامله الاستاذيه وتقول لك انا بطاله شو هذه اللي بكى عليها اي يبكى عليها هيك تشوف صاحب الوضع تعب جملة البلاد صاحبي ما فهمهاش هاك تشوف فلفل 3000 قناريه ب 4000 جلبانه 5000 مواطن ما عادش لاقي قفه باش حتى ما عرف يعمل عجه ما عادش عجه ما فهمهاش جمله ما عادش يخلط عليه لا ثم زيت لا ثم طماطم لا ثم سكر زاد جي دمرنا دمار شامل بالنسبه للشباب ناي بالنسبه لي انا خلي ما قالوا زين سارق خلي لي سارق وانا نعيش اخويا خلي لي انسان سارق وزوالي عايش اخو يسرقني واحد خير من تسرقني دوله كامله انا يا صاحبي نجري توك ولايه بلا والي مشيت صباح عندي موضوع سهل عليا ربي باش يعاونوني جات تحكي معايا واحده قالت لي خينا احنا نعاونوا في العباد قلت لها جيتك لدارك انا راني جيت الولايه نحب خويا العباد تعاوني خويا انا بشوف لي وضعيتي عندي موضوع شاكي فيه فهمتني ما حبش تسمعني دولة بلا والي اللي تحكي معاه يقول لك نحن نحكم الكل في الكل ولاية ما فيهاش والي هاو اطلع معي الولاية صاحبي وشوف